طيب الحقيقه انه احنا من امبارح واحنا بنتكلم عن منتخبنا الوطني لكره اليد وقد ايه كنا متحمسين وواثقين في منتخبنا الوطني انه النهارده هيفرحنا وهيسعد قلوبنا، وبالفعل توج المنتخب الوطني لكره اليد ببطوله كاس امم افريقيا للمره الثامنه في تاريخه، وتغلب المنتخب على كاب فيردي بنتيجه 37-25. الفوز ده مصر حصلت عليه بعد الحقيقه تعب ومجهود كبير عملوه اللعيبه في البطوله واداء كبير جدا خلال مباريات ابدا ما كانتش سهله. بنبارك لكل لاعبتنا ولل يعني كل اللي كمان قاموا بتنظيم هذه البطوله، لانه الحقيقه انه الاتحاد المصري لكره اليد عمل شغل قوي جدا، مش بس دي مش المره الاولى الاتحاد المصري لكره اليد عملوا بطوله كاس العالم في مصر هنا بعد جائحه كورونا، وكان الحدث الرياضي الاول اللي ينفذ بعد جائحه كورونا. فالحقيقه كل التحيه ليهم، وبنبارك لكل الاتحاد الوطني لكره اليد وسعيدين بيكم وفخورين بيكم. الحقيقه خبر مبهج واسعد تونا، واحتفلوا بيهم بقى يا جماعه، عايزين مواقع التواصل الاجتماعي كلها تشتعل بالاحتفال بيهم. احنا يعني بنفرح وبنسعد دايما بالرياضه وبكل يعني المصريين الرياضيين اللي بيحققوا ميداليات، وافريقيا دايما يعني بنفرح بيها قوي لانه الميداليات الافريقيه بالنسبه لنا بتكون مختلفه. دايما يا رب المصريين ابطال افريقيا، يعني مبروك لكل المصريين. صوتنا كان واحد شد حلو كمان تياجة شوية، فات سنين كتير مش باين اللي قليل والفرحة جاية، ننسى أي منافسة بينا لأن اسم مصر أكبر وفريق بسهولة يكسب لما نصدق إنه يقدر. عمرك شفت حلم بيحلم بيه 90 مليون؟ طب عمرك شفت حد ساكت لما مصر جاب الجول؟ مكسب إيه وفوز ده إيه؟ لو كنت بتتفرج لوحدك انزل لف في الشوارع شجع وافرح وسط أهلك. هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب طول ما إحنا مع بعض دايما سهل نعدي.